بسم الله والابن والرحمن القدس الاله الواحد تحل علينا نعمه ومباراه الان وكل اوان الى دار الدور كلها امين. خريستوس المسيح بار بخريستوس افطر فاشكرين. اقفلوا المايكات عشان نسافر. عيد القيامة أهم عيد من أعيادنا كلها، هو العيد الكبير. القيامة بالنسبة لنا مش مجرد بنحتفل بحدث حصل، ولكن القيامة بالنسبة لنا هي عقيدة وحياة. يكفي ان ربنا يسوع المسيح يقول انا هو القيامة، فايماننا بالقيامة هو ايماننا به هو. علشان كده معلمنا بولس الرسول يقول ان كان المسيح لم يقم فكرازتنا باطلة وباطل هو ايماننا، ونوجد نحن شهود زور لله. ليه كل ده؟ ليه القيامة ليها كل هذه القيمة؟ بيقول ايه؟ ان كان لنا رجاء في المسيح في هذه الحياة فقط فنحن أشقى جميع الناس. فالقيامة أساس قوي في الإيمان المسيحي، وعلشان كده ربنا بحبه وحنانه واهتمامه بالبشر برهن هذه العقيدة وهذا الإيمان بوسائل كثيرة جدا. أكثر عقيدة برهانها حي هو القيامة. سواء برهان كتابي، الكتاب المقدس شهد بالقيامة، برهان تاريخي، برهان أثري للآثار والأماكن ما زالت موجودة تشهد، حتى الأدوات المستخدمة موجودة، مسامير الصليب موجودة، خشبة الصليب موجودة، القبر الفارغ موجود. ومش موجود وبس، لا، ده في برهان متجدد كل عام. فالمسيح قبره فارغ، بذل ويبصر منه النور كل عام، يشهد للقيامة. علشان كده القيامة بالنسبة لنا في يقين قوي، فيها إيمان عميق. ما يعتمدش على العقل والفلسفة فقط، لا، برهان محسوس ومرئي كل الناس تحس بيه تقتنع بيه. وده يمكن حاجة نشعر بيها كمسيحيين. بعض الناس اللادينيين والملحدين أو بعض الديانات الأخرى اللي بعقيدة القيامة مش مبرهنة بقوة، تلاقي الشباب والناس بيبقى في شك،
ممكن يقولوا في القيامة. ايه اللي يثبت لنا ان في القيامة؟ نضيع عمرنا كده على الفاضي على امل ان في القيامة وفي الاخر ما فيش قيامة؟ ممكن ناس تقول كده، لكن احنا لا، احنا نوقن ومتأكدين ان القيامة، لان المسيح باع وصار باكورة الراكبين. والقيامة دي من اهم الاعياد والاحداث، عشان كده بنحتفل بيها. اوعوا تفتكروا كل عيد قيامة وبس، كل يوم في بابل بنحتفل بالقيامة، كل اسبوع كل يوم حد هو عيد القيامة، كل يوم 29 في الشهر القبطي نحتفل بالقيامة، غير الاحتفال الرئيسي اللي بنحتفل بيه النهاردة. كل هذا لما للقيامة أهمية؟ ليه القيامة مهمة كده؟ القيامة هي اللي بتحقق غاية الله في خلقتنا. ربنا خلقنا عشان نتمتع بيه ونحيا. الإنسان لما سقط وأخطأ، ربنا حول السقوط لخلاص، إدى الإنسان فيه أكتر من الأول كمان. ربنا الأول خلق الإنسان في فردوس أرضي، لكن بفداء المسيح وبقيامته إحنا بيبقى لنا نصيب في ملكوت السماوات في السماء. بيبقى لازم في قيامة. ما هو لازم، اولا الانسان بعد ما يموت بيبقى الروح بتفرق الجسد، والقيامه لانها مرتبطه بالدينونه وبالحساب فلازم الانسان يتحاسب روح وجسد، فلازم اولا نقوم. ولكن بتبقى قيامه لحياه ابديه الذين يحبون الله. احنا بنعيش على الارض فترة محدودة، لكن في السماء بتبقى غير محدودة الى الابد. في القيامة تتحقق سعادة الانسان بالكامل. يمكن احنا في الارض في حاجات كتيرة بنشعر ان احنا ايه، ملناش ذنب فيها. الواحد ما اختارش يتولد من مين ولا فين ولا يبقى شكله ايه، هل يبقى شكله حلو ولا شكله وحش، هل بيبقى ذكي ولا غبي، هل بيبقى غني ولا فقير، حاجات كتيرة. هل بيبقى بصحة جيدة ولا بيبقى بنيان ضعيف؟ حاجات كتيرة بتبقى متغيرة كمان، حتى اللي بيكون له حظ كويس طبيعة الحياة مفيش حاجة بتدوم. يبقى الواحد او الواحدة في غاية الجمال، وحتى لو عاش بصحة لكن الزمن بيغير بقى، تلاقوا الجمال ما بيقومش ولا الرجال بينوم. تلاقوا واحد يبقى ذكي جدا وبعد فترة ممكن يجيله زهايمر أو يفقد
الزكاه شويه، واحد يبقى ذو منصب ويفقده. حتى قبول هذه العالم مش دايما، ولو فرضنا ان واحد له حظ فيها كويس، لكن في السماء غير كده خالص. بقى في حاجات في الارض ممكن مش كل واحد بتتاح له فرصه ياخد نصيب وافر منها. ممكن ناس بتتحرم من حاجات كتير، لكن كلها فترات وبتنتهي، ما بتستمرش. ربما فيها حاجات لينا إرادة فيها، وفي حاجات ملناش إرادة فيها. لكن ميزة القيامة بقى النعمة اللي ربنا اداها لنا، ومرتبطة بنعمة الحرية اللي اداها لنا. كل واحد بيحدد مكانته في القيامة هتبقى شكلها ايه. إذا كان واحد طبع نصيبه مش قد كده في الأرض، في إمكانه يخلي نصيبه كبير في السماء. أولا، كل اللي هيبقى له نصيب في السماء هيعيش في مجد وسعادة، لكن في نجم يمتاز عن نجم في المجد. مين اللي هياخد المجد الأكبر؟ في إيد كل واحد. وده بقى هنا الجمال، كل واحد في إمكانه يكون له حظ كبير قوي في السماء. ودي أكبر نعمة ربنا بيديها للإنسان، أن يحيا معاه إلى الأبد. الليلة اللي فاتت في ليلة الرمسيس بنقرأ سفر الرؤيا، كلام جميل كده هو بيوصف السماء. يقول هناك: سيمسح الله كل دمعة من عيونهم. مش هيكون في حزن بعد، مش هيكون في صراخ، مش هيكون في ألم، مش هيكون فيها ليل، لأنها كلها نهار. هناك مش محتاجين شمس ولا قمر، المسيح هو نورها. ده أوصاف كتيرة كده، مجرد بس ما الكتاب يلمح عنها بتوجد اشتياقات في الإنسان، تخلي الإنسان المؤمن يستهين بالأرض وكل ما فيها، بيبقى مشتاق لحياة السماء والمجد اللي يتحقق له القيامة. باللي شافه بس بعض، يعني يسموه بقص كده من النور او حاجه. القديس بولس الرسول ما شافش الملكوت، يقول طلع للسماء الثالثة الفردوس، يقول ايه؟ امور لا يسوء الانسان ان يتكلم عنها. لما حب يوصف يقول ايه؟ ما لم تره عين، ولم تسمع به اذن، ولم يخطر على قلب بشر ما اعرضه الله للذين يحبون اسمه القدوس. فالقيامه اكبر عطيه ربنا اداها لنا. كان الاول الإنسان وهو بعيد عن الله كل همه في الأرض، ويترعب من الموت. بحسطية، مع إنه كان إنسان طاقي وكويس، لما أشعيا قال له: أوصي بيتك عشان خلاص هتموت، حط وشه في الحيط وقعد يعيط ويصلي ويطلب من ربنا: يا رب انت عارف انا يعني بحبك وعملت حسب اوامرك. ربنا طول في عمره شويه ايام، 15 سنه، لكن مات تاني. والكل كان يروح الهوية،
لكن هنا لما المسيح قام وصار رجولة الراكبين وبرهن هذه القيامة بقبره الفارغ المنير وبالتجليات، الناس اللي انتقلوا وسابونا زي التجليات العذراء وغيرها دي كلها بتورهن على الحياة الأخرى، فخلت أشواق المؤمنين دايما متجهة لفوق. يقول إن كنتم قد كنتم مع المسيح فاهتموا بما فوق حيث المسيح جالس. أصبح في شهوة، الموت بدل ما هو بقى مرعب بقى وسيلة جميلة للانطلاق. يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، زاد أفضل جدا. اللي بيعيش فكره وقلبه وأشواقه في القيامة بيعيش حتى حياته على الأرض، بياخد العبور، بيعيش سعيد. بيعيش سعيد برضه في الأرض. فبالنسبة لي يقول إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحن. لي الحياة هي المسيح والموت ربح. النقطة ده بيت خيمتنا الأرضي، فلنا في السماء بناء غير مصنوع بيدا أبدي، ما ينتهيش أبدا. أصبحنا نسمع قول الله في الكتاب، اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم يقول الروح يستريحون من أعراضهم وأعمالهم تتبعهم. عشان كده القيامة بتبقى سبب كتير للفرح والعزاء، لأن الموت قاسي وصعب. إزاي الواحد يعيش مع ناس ويحبهم وفجأة كده يسيبوه ويمشوا؟ ما لم يكن في إيمان بالقيامة كانت تبقى ألام بتضاف، لكن اللي بيبقى عنده إيمان بالقيامة بالعكس ممكن بيتأثر بمشاعره، لكن بيبقى مش أناني، بيبقى فرحان. عشان كده دايما يقول اللي أعانك يعنا. اللي أعانهم إيه؟ يعنا. وهو وصلوا بالسلامة. إيه اللي خلانا نشتط كده؟ القيامة وأمجادها. كل الإنسان ما بيتعلق نظره للسماء وما سيكون في القيامة يزهد في الأرضيات. ممكن يتعب ويشقى، وتلاقي اللي يتعب ويشقى بيه يعطيه للمحتاجين وللآخرين بسرور. ما يكرهش ولا يقتل ولا يحسد عشان أمور مادية، إن باطل الأباطيل الكل باطل. كل شهوته وكل نظره في السماء. من زمان كده كنت أتأثر جدا بختام سفر الرؤيا. القديس يوحنا اللي ربنا أعلن له كل هذه الأمجاد، ففي الآخر بيقول له إيه؟ ربنا بيقول للقديس يوحنا، قال له نعم يقول الشاهد بهذا أنا آتي سريعا. وعشان كده كان زمان أيام الرسل كان دايما يعزوا عليه هو الرب قريب. ففي الختام الرؤيا بيقول له أنا آتي إيه؟ أنا آتي سريعا.
ويرد عليه القديس يوحنا يقول له ايه؟ الروح والعروس يقولان تعالى. الروح اللي هو الروح القدس اللي بيعمل فينا بيوجد فينا الاشتراكات، والعروس اللي هي النفس الانسانيه تعالى. امين تعالى ايها الرب يسوع. يقول له معايا دي سريعا، يقول له امين تعالى ايها الرب. في شوق، في سعاده، بس خلي بالكم كل ده هيكون لينا دور وإرادة. الإنسان هو اللي بيحدد مكانته ومجده في القيامة. كل الإنسان ما بيكون مستعد، كل ما بيكون أشواقه أكتر، مش خايف من حاجة، وعايش فرح متطلع دايما للسماء. إحنا بنقول له، وخصوصا الأيام كل ما العمل قرب، وكأنه بيقول لنا أنا آتي سريعا، بنقول له مع القديس يوحنا الحبيب أمين تعالى أيها الرب يسوع. لو المجد دائما لا تطول.